السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس سهل وبسيط إن شاء الله، وهو إزاي نفرق ما بين الفتحة والمد بالألف. زي ما عرفنا قبل كده إن في اللغة العربية عندنا نوعين من الحركات، وهي الحركات القصيرة والحركات الطويلة. والحركات القصيرة سميناها بالاسم ده لأن زمن نطقها بيبقى نص زمن نطق الحركات الطويلة. والحركات القصيرة هي الفتحة والكسرة والضمة. الحركات القصيرة لما بننطقها بنحرك الشفتين حركة بسيطة، يا إما بنفتحها أو بنكسرها أو بنضمها. وعرفنا إنها عبارة عن علامات بنحطها فوق الحرف أو تحته علشان تعرفنا معنى الكلمة، لأن الحركات لما بنحطها على الحرف بتغير من نطقه خالص، فبالتالي بيتغير معنى الكلمة تماما. زي جد جد، شد أبو الأب أو الأم، جد الاجتهاد والتعب. جزر جزر، جزر ده نوع من أنواع الخضار، أما جزر ده مكان على سطح الأرض. علم علم، علم اللي هو التعليم، علم اللي هو علم الدولة وشعرها. حفظ فعل، حفظ اسم. شفتوا بقى ان الحركات غيرت لنا معنى الكلمات عن بعضها ازاي مع انها بنفس الحروف. نيجي بقى على الحركات الطويلة. سميناها بالطويلة لاننا بنطول زمن النطق بيها، يعني بتاخد وقت مضاعف في النطق عن الحركات القصيرة. وهنلاقي الحركات الطويلة مختلفة عن الحركات القصيرة في كام حاجة. الحركات الطويلة ما ينفعش تيجي ابدا في بداية الكلمة، عكس الحركات القصيرة بتيجي في أي مكان في الكلمة، في الأول أو في النص أو في الآخر. وهنلاقي كمان إن الحركات الطويلة ما ينفعش تيجي لوحدها أبدا، لازم يجي قبلها حركة قصيرة، بس ناخد بالنا إن لازم الحركة القصيرة اللي هتيجي قبلها تكون مناسبة ليها. الحركات الطويلة ليها اسم تاني وهي المدود، وهي ثلاث أنواع: مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو، والحرف اللي بيجي قبلها بنسميه الممدود. احنا لسه قايلين ان الحركات الطويلة ما ينفعش تيجي لوحدها ابدا، لازم يجي قبلها حركة قصيرة، لازم الحركة القصيرة دي تكون تناسبها. يعني المد بالالف لازم يجي قبله الفتح، والمد بالواو يجي قبله الضمة، والمد بالياء لازم يجي قبله الكسرة. في أغنية بتسهل علينا الموضوع ده، وهي حروف المد تلاتة: الألف الواو الياء. الألف تحب الفتحة، والواو تحب الضمة، والياء تحب الكسرة. النهاردة بقى هنعرف الفرق في النطق ما بين الفتحة والمد بالألف. عرفنا إن الفتحة حركة قصيرة، يبقى لما نيجي ننطقها هنفتح الشفتين فتحة صغيرة. أما المد بالألف بيعتبر حركة طويلة، يبقى لما نيجي ننطقها هنفتح الشفتين فتحة طويلة. يعني من هنا هنعرف إن زمن النطق بالفتحة هو نص زمن النطق بالمد بالألف. يلا تعالوا بينا ننطق الحروف الأول بالفتحة ونشوف هنعرف ننطقها ازاي. ا ب ت ف ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. ودلوقتي ننطق الحروف بالمد بالألف: آ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل
ما نا ها و يا. ودلوقتي ننطق الحروف مرة بالفتحة ومرة بالمد بالألف مع بعض ونشوف الفرق بقى. أ أ ب ب ت ت ف ف ج ج ح ح خ خ د د ذ ذ ر ر ز ز س س ش ش ص ص ض ض ط ط ظ ظ ع ع غ غ ف ف ق ق ك ك ل ل م م ن ن ه ه و و ي ي. يلا بقى بينا نلخبط الحروف وننطقها بالفتحة أو بالمد بالألف. آ ب ع ف ق ل ف ف غ غ أ و و ه ن ت ت ج ح ذ ر. أخدنا بالنا إن المد ما بيتنطقش لوحده، لازم يتنطق مع الحرف اللي قبله. ودلوقتي هناخد كلمات بها الفتحة والمد بالألف ونشوف الفرق في النطق. ع مي لو عاملو ع ما لو عملوا ما خ لي بو مخالبو ما جا لو مجالو باع باع ص ما صام تاب تاب أو لا دو أولاد د جا جو دجاج قو ما شو قماش تم ساح تمساح بلاد بلاد ساعة ساعة حصان حصان ري رجال رجال بنات بنات. وبكده يكون درسنا انتهى النهاردة، ويا رب يكون سهل وبسيط، وإن شاء الله الفيديو الجاي هناخد الفرق ما بين الكسرة والمد بالياء. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا إعجاب وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.